السناتور تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي: أتعهد للشعب الأوكراني بأن لا يتخلى مجلس الشيوخ الأمريكي عن التزامنا بالوقوف إلى جانبكم في وقت الحرب هذا. أنا فخور بموافقة مجلس الشيوخ على 113 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية لأوكرانيا خلال العام الماضي. مثل ستالين، لن يتوقف بوتين عند أوكرانيا إذا ربح الحرب. لن يؤدي انتصار روسيا إلى انفراج بل إلى المزيد من العداء. مرة أخرى، لا نجرؤ على تجاهل دروس التاريخ. المهادنة فقط تقوي المستبدين. السناتور الجمهوري لينسي غراهام: أوضح الرئيس بايدن من كييف أن روسيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، وقالت نائبة الرئيس كمالا هارس الشيء نفسه في ميونخ: لكي يكون لهذه العبارات معنى، يجب أن نتصرف بسرعة وحسم. يجب أن نصنف روسيا على أنها دولة راعية للإرهاب، ونضع تلك الدولة في المكان الذي تنتمي إليه الآن، على قائمة تشمل إيران، كوبا وكوريا الشمالية وسوريا. يجب أن نصنف مجموعة فاغنر سيئة السمعة والمتعطشة للدماء كمنظمة إرهابية أجنبية. لقد تأخرنا كثيرا في ذلك. النائب الديمقراطي مايك كويغلي: منذ سنة شاهد العالم برعب بداية هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. توقع الكثيرون سقوط كييف في غضون أيام، ومع ذلك كما قال الرئيس بايدن في كييف: إن كييف صامدة، أوكرانيا صامدة، والديمقراطية صامدة أيضا. رغم انطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية، وقف الرئيس بايدن مع رئيس زيلينسكي في شوارع كييف، وأعاد التأكيد على التزام الغرب الراسخ بأوكرانيا وانتصارها. النائب الجمهوري مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي: زيارة الرئيس بايدن لأوكرانيا جيدة، لكن التقاط الصور لا يكفي لوحده. على الرئيس أن يقوم بتزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها للربح الآن، نظام الجيش للصواريخ التكتيكية بشكل سريع. فكلما تأخرت إدارة بايدن بهذا الأمر، فإنها تلعب لصالح بوتين الذي يريد أن تكون هذه حربا طويلة، لأنه يعلم أنه من المحتمل أن يخسر. إن تأخرنا فقد نفقد دعم الشعب الأمريكي وبالتالي الكونغرس. نحن بحاجة لبذل كل ما في وسعنا في هذه المعركة لكي تتمكن أوكرانيا من الفوز بها. رسالة إلى الرئيس جو بايدن من 5 نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للمطالبة بتزويد أوكرانيا بطائرات F-16 الأمريكية. ستوفر طائرات F-16 أو الطائرات المقاتلة المماثلة من الجيل الرابع لأوكرانيا منصة عالية الحركة، يمكن من خلالها استهداف صواريخ جو جو والطائرات بدون طيار الروسية لحماية القوات البرية الأوكرانية أثناء اشتباكها مع القوات الروسية، وكذلك للاشتباك مع المقاتلين الروس من أجل التفوق الجوي المتنازع عليه. إن توفير مثل هذه الطائرات ضروري لمساعدة أوكرانيا في حماية مجالها الجوي، سيما في ضوء الهجمات الروسية المتجددة والنظر في الزيادة المتوقعة في العمليات القتالية واسعة النطاق.